يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي. من حول العرش يسبحون.
يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحب مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين محمد سيد القومين والثقلين والفريق قليل من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند أذن الحبيب الأمام مولاي خير على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا جہاں جہاں وہ تاریخ وقت کرتا ہے تو حضور نے وقت کیا ہمارے لیے حضور کی سنت بنی تو وقت کرنا بھی حضور کی سنت ہے پڑھنا بھی حضور کی بات رکنا بھی حضور کی بات پتہ چلا قرآن کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین نعت ہے بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل
قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اگلے گروپ سے مرتبط ہوں جناب حافظ محمد حسان توفیق صاحب حافظ محمد زین العابدین صاحب سے تشریف لائیں اور آخری سبق کی تلاوت کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا برکت عطا فرما، ہمارے اس کے حالات میں وسعت و برکت عطا فرما،
يا ارحم الراحمين في الخلق فرحني ولا تو اپنے کرم سے ہمیں ہمارے جسم میں وسعت و برکت پیدا فرما آمین حرام سے مشترک رہنے کی توفیق عطا فرما حرام سے متنفر و بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر کو عمل کرنے کی توفیق دے جس کے گھر میں تو راضی ہوتا ہے تیرا فرض نصیب ہوتا ہے یا رب العالمین ہر اس عمل سے ہمیں دور رکھ جس کے گھر میں تو ناراض ہوتا ہے اور دل سے بدلا دور ہوتا ہے سيد الكونين وثاق عليه محمد سيد الكونين وثاق عليه والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحيني يوز بعد عبك مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق بني من تدوه به يا أكرم الخلق بني من تدوه به سواك عند حب الحديث العبيد اکرام سماعت فرمانے جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے سال 2024 کا اسلامی کیلنڈر شائع ہو چکا ہے نیچے مکتبہ انوار القرآن کے وسلم دائما ابدا على
کے بعد حافظ عبد الحی ابن محمد آصف. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد. اعلان سماعت فرمانے جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے سال 2024 کا اسلامی کیلنڈر شائع ہو چکا ہے. نیچے مکتبہ انقاب القرآن کے اسپان سے حاصل کیا جا سکتا ہے. پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذرافت تصانیف مکتبہ انوار القرآن پر موجود ہے, اور شاہ صاحب قبلہ اور قاضی صاحب قبلہ دونوں بزرگوں کی سیرت پر عرفان منزل کے نام سے جو مجلہ موجود ہے وہ بھی آپ ضرور خرید فرمائیں کہ اس کے موقع پر انتہائی کم قیمت پر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ مدانی کے درگاہ کی دستور اندھی مکمل بھی, اور وقت بہت محدود ہوتا ہے, اس طریقے سے آپ ہمیشہ بتایا جاتا ہے علماء مشائخ کی کافی تعداد ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے, اور اب وقت کو محفوظ کرتے ہوئے میں امیر جماعت علیہ سنت کراچی جاتا ہوں.